مناشدات أطلقها عدد من أعضاء رابطة الحشد الشعبي والعشائر في المثنى لغرض انتشالهم من صراع المرض القاهر لاقت استجابة فورية من قبل مديرية الصحة. أطالب الحكومة بأن تقدم لنا أفضل الخدمات، لكون أعطينا أعضاء من أجسامنا وما قصرنا ويا الحكومة، وصارنا أكثر من سنوات يعني خمس أقل واحد خمس سنوات أو عشرة وما استفادينا من عندهم أي شيء. الموجودين حاليا محتاجين علاج حالتهم حرجة، 50 نفر جبتهم حاليا موجودين، وجاي مدير عام ودكاترة جاي يفحصونهم، ووعدنا خير إن شاء الله. قال دولة أعطانا تحاليل، قال كل من يمشي يروح للتحاليل ياخذ الرنين ياخذ المفراس، أي واحد يحتاج عملية عمليته على حسابنا إحنا، حساب الدولة بالحشد، قوات الأمنية بالاتحادية، أي واحد محتاج علاج محتاج عملية إحنا حاضرين، وإحنا شكرا لهذه المبادرة. مديرية دائرة الصحة في المحافظة بادرت بفتح أبوابها للجرحى وتقديم أفضل الفحوصات والعلاجات اللازمة لهم. ارتأت دائرة الصحة المثنى بالمبادرة لفحص وتقديم الخدمات الصحية والطبية لجرحى القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي المقدس. طبعا ما نقدمه من أي خدمة لجرحانا هو يعتبر الشيء البسيط. تم تقريبا فحص 50 من أخوان جرحى الحشد والقوات المسلحة والشرطة الاتحادية، تم حل مشاكلهم صراحة وإحالتهم على الأطباء الاختصاص كل على حسب اختصاصه. من جانبهم الجرحى أثنوا على مبادرة مديرية الصحة هذه وأن وصفوها بالمتأخرة. يعني احنا نشوف يعني ما ذيش ما لنا اهميه يعني او ميزيننا شويه او شيء مكان اللي ضحينا به اللي قدمناه اللي شيء ما نشوف هذا الشيء، ما قاعد نلمسه، حالنا حال الناس يعني تذاكر كذا هاي تقول له جريح يقول لك انا ما عندي قانون ان احفيك. انا اروح المستشفى مستشفى الحسين التعليمي، يعني كل باص ما يعطوني اياه الا شنو ورقه تثبت انك انت جريح، يعني معود انا جريح هاي شوف رجلي سقط يعني ما تشتغل، يعني كل باص ما يعطيك يا الا تثبت انك انت جريح. فيما طالب المصابون في العمليات الارهابيه الحكومه المحليه تقديم كافه التسهيلات اللازمه اثناء مراجعتهم للدوائر الحكوميه. خطوه وصفت بالجباره وان جاءت متاخره، سيما انها تمثل شريحه بذلت الغالي والنفيس من اجل هذا الوطن. لقناه رشيد الفضائيه واثق الواثق المثنى.